حيث ناقشت الجلسة الثالثة على منصة منتدى شباب العالم دور وسائل الأعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد COP27 بمدينة السلام شرم الشيخ. شهدت الجلسة مشاركة للعديد من الأطفال من مختلف محافظات مصر، وذلك للنقاش حول معرفتهم عن التغيرات المناخية ومطالبتهم لوسائل الإعلام بتسليط الضوء عليهم وحضور فعالياتهم ومشاركتهم في ورش عملهم في القضايا المتعلقة بالمناخ. وتناول الحضور خلال الحلقة النقاشية دور الإعلام في تعزيز مشاركة الأطفال في العمل المناخي، مؤكدين أن الإعلام له دور كبير في تلك القضايا. السنة دي مشاركين بعدد من الجلسات والفعاليات في البلو زون والجري زون، وجلسة النهاردة مركزة الموضوع بتاعها على إيه هو الدور الإعلام المفروض يلعبه علشان نوصل صوت الأطفال ومطالبهم، بما أنهم الفئة الأكثر ضررا من التغيرات المناخية، وكمان يسلط الضوء على أن صناع القرار يتبنوا المطالب دي. وده الهدف من جلسة النهاردة، لأن إحنا مش هنفضل طول الوقت بنتكلم جوه اجتماعات وعلى حملاتنا اللي هي بتعملها منظمات المجتمع المدني المختلفة، لا، محتاجين يعني يكون في دعم من جهات مختلفة، ومن ضمنها طبعا الإعلام بما إن هو وسيلة هامة جدا لنشر الوعي. اللجنة التنظيمية لمنصة منتدى شباب العالم، ودي إحنا عاملينها على هامش المؤتمر COP27. المنصة دي بتقوم بعمل جلسات متنوعة، المحتوى بتاعها ليه علاقة بالCOP27. النهاردة احنا عاملين جلسة اسمها دور الإعلام في التغير المناخي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فاحنا بنتكلم السيشن دي أو الجلسة دي بالتحديد بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وبتتكلم فيها عن دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي. والمودريتور او مدير الجلسه والسبيكرز هم ناس متنوعه من جهات مختلفه ليها علاقه بالاعلام، وكمان بالاضافه الى دور الاطفال بالتعاون مع طبعا هيئه انقاذ الطفوله. الاعلام طبعا ليه دور مهم قوي في نشر التوعيه للاطفال. الاعلام ممكن ان هو يقدر يوصل صوت الاطفال لصناع القرار، وممكن يوصله لقاده العالم، فدي حاجة مهمة قوي الإعلام ممكن يعملها. حاجة تانية، الإعلام ممكن يعمل منصات توعية للأطفال بطريقة مبسطة بحيث أن المعلومة توصل لهم بشكل أفضل. كنت بحاول أوصل معلومات من خلال المؤتمر أكبر بأكبر قدر، عشان إحنا ما يعني ما عندناش الوسيلة ان احنا نوصل كم من المعلومات كتير من المعلومات اللي عندنا. يعني احنا كنا بنحاول كده نعمل توعية من خلال المؤتمر.